السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل انكري بيرد. نزلنا آخر شيء الطير الأسود، شوف تذكرون راح نكمل شايفين الطير الأسود، خليته باللعب وطلعت هذا الطير لأن الباور مال الطيور يزيد إذا تخلي الطير الأسود وطلع هذا الطير. راح أدليكم شلون. بس الآن خليته شايفين 51 صار، بينما إذا تحط الطير صار 59. الحقيقة آخر مرة لعبت ما قبل يعني ألعب أربع طيور، الآن يمكن يقبل الباور، ما أدري شنو السر باللعبة. الباور زاد 72، راح نشوف هل يقبل يلعب أربع طيور. لا ما يقبل يلعب أربع طيور، فراح نطلع هذا لأن الباور صار. إذا طلعنا هذا الباور صار 54، أحسن شيء نطلع هذا حتى الباور صار 59. هذا هو فريق بالطيور الآن موجود، يعني راح نبدأ نلعب على ضغط الآن. راح أبدأ بالضيف واكتشفت شيء ثاني، إذا جت صراحة منكم لا بعد الآن على هذا خلصنا منها. هم صاح الطيور، شايفين ركز على الطيور هنا حتى نتخلص منها. راح اخذ البوس ونحط على الطير الابيض، شوف شو يصير، سوى شفاء للطيور كلها، يعني هاي ميزة الطير الابيض، المعالج مال الفريق، سوي شفاء للطيور، فما احب يطلعونه خلوه في الفريق. هلا راح ننتهي، هاي اخر مرحلة. راح نموت الطير. سوى الاسمين حتى ياخذ جوازنا. والله نكمل. انجاز محقق، انجاز غير عادي. ما راح توقفنا الطير. شوفوا راح تودينا الطيور، راح نعبر بالبحر. بيرشب فتحنا سفينة الطيور، يقول ست سيلان اكسبلور ذا سفن سيز، يعني ابحر واكتشف البحار السبعة. اي ماتيز ذا تايم فور نيو ادفنتشرز، حان الوقت لمغامرة جديدة. طيب راح نروح نستمر بفريقنا نفسه، لازم نأخذ من الطيور. بالسفينة الآن والخنازير هجمت علينا. السفينة غضبة ما شاء الله قوي، كل قوي. أركز على هذا. هذا واحد. Right here.
تشكلها شفاها وراح تخلص الخنزير. ارتفع البيرد باور 74 صار الان سفينتنا وصلت. خلينا نشوف وين راح يودينا. سيطرين عليها ان شاء الله. باور مال الخنازير 48 و مال الطيور 40. راح اكمل بدون بوشن واذا انتظرنا ارجع اسوي بوشن وايد الحين. ما اكتب نشتري
الحين البوشن جديد دخل شغله جديده على البوشن المسمار والهاي جميل تشيك اوت خلينا نشيك شايفين فتح لي كثير من التطويرات بس انا ما اشتريت بوشن بس بوشن حبايبي نبتدي حلقة وياكم ونلاقيكم بحلقة جديدة مع بكار بيجي هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد في أمان الله.